مرحبا بكم في صحة ماج. كل يوم نجيب لكم موضوع جديد على الصحة التغذية والجمال. وإذا تابعتوا الحلقة تاع اليوم راكم رايحين تتعرفوا كيفاش تقنعوا أولادكم فطور الصباح. في رأيكم فطور الصباح يأثر على الاستيعاب عند الطفل؟ أكيد هذا الشيء صحيح. بينت الدراسات بلي الأطفال اللي يتناولوا البتي ديجوني تاعهم أدائهم الدراسي يكون أحسن. فطور الصباح هو أهم وجبة في اليوم خاصة للأطفال قبل ما يروحوا المدرسة، على خاطر يحتاجوا طاقة كبيرة باش يستوعبوا الدروس تاعهم وباش يقدروا يلعبوا في ليكول. الوجبة الصحيحة للأطفال تتكون من الحبوب الكاملة، مثل باغ اكزومبل قطعة من الخبز الكامل مع شوية زبدة طبيعية ومعجون طبيعي. مصدر بروتيني يكون قليل الدهون كما باغ اكزومبل البيض ولا المكسرات، الكالسيوم اللي يصيبوه في الحليب ومشتقاته، ومصدر نباتي كما التمر والتين المجفف. فطور الصباح عنده عدة فوائد، منها تحسين الأداء الدراسي، الحفاظ على وزن صحي وسليم، على خاطر فطور الصباح يعطي إحساس بالشبع حتى الفطور، والأطفال اللي ما يتناولوش راح يميلوا أكثر للأطعمة السريعة والغنية بالدهون والسكريات. تزويد الطفل بالكمية اللازمة من الفيتامينات والمعادن، وتمنح هذه الوجبة للطفل الهدوء والمزاج الحسن. لكن مع كل هذه الفوائد إقناع الطفل بفطور صباح صعيب وصعيب بزاف. على هذا راح نقدم لكم بعض النصائح باش تحلوا شهية تعودكم. تقدروا تعودوه على النوم باكرا، ونوضوا الطفل قبل موعد الدراسة بوقت كافي، وحاولوا تقوموا ببعض التمارين الخفيفة. وفروا جو هادئ ومريح، على خاطر الحالة النفسية تلعب دور في الإقبال على الطعام الصباح. حضروا قائمة بالأطعمة اللي حبها الطفل ونوعوا له فيها. عموما هادو نصائح عامة، تقدروا تطلبوا مساعدة من أخصائي التغذية باش يمد لكم حل على حساب وليدكم. إن شاء الله نكونوا فدناكم. تقدروا تعاودوا تشوفوا صحة ماك سوغ انترنت، فيسبوك ولا يوتيوب. نبقى لي غير نقول لكم تهلاو في صحتكم، بقاو على خير.